بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نحب نقول أن تلقيت يعني 6 رسائل ضمنت التهديد بالتصفية والقتل، وهذا في سياق يعني العنف اللي شهدته البلاد في الأسابيع الماضية. احنا كان بعض الشباب يعني بادر بنشر بعض الرسائل هذه في الفيسبوك، وانا اعتبر ان يعني اللجوء الى مثل هذه الاساليب يمثل يعني خطوره ل مس من يعني من المستقبل، يعني ممكن تهدد يعني مستقبل التعامل السلمي بين افراد الشعب، ويمكن تهدد حتى مصير الديمقراطيه اذا كان اصبحنا نهدد الغير بالتصفيه. طريقه وصلتها الرسائل هذه يبعثوها لل تصلني بالعنوان المجلس الوطني التاسيسي. احنا في المجلس الوطني التاسيسي يعني عندنا كل حد يعني صندوق يتلقى فيه بريده. اي الرسائل كما قلت ثم تقريبا رسالتين بنفس الخط يعني نفس الشخص، الاربع الاخرين يختلفوا. يعني الرسائل ليش تتحد من عزيمتك في الوظيفه؟ طبعا هم يعرفوا هذا، لا يعني أنا لا أخذ إن شاء الله للتهديد. أنا معني عندي نتصور أنه نحمل أمانة في وأجتهد في الدفاع على الثورة ومستقبلها، وأعتبر أنه حتى كان حصل يعني شيء فنحن لها.